بارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. كما كتشوفوهم الطبيب الاعزاء ما شاء الله، راه المعز تزاد عندي، راه زدنا واحد 70 جديه على القطع اللي كان عندنا ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعي الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده وفي احسن الاحوال. نشكركم متابعي الاعزاء على الدعم ديالكم وشجاعتكم المتواضعه. كتشوفوا ما شاء الله راني غادي بالمعز مكوني لي عندنا الفوق، من بعد ما عزلنا الاخوان المعزات اللي غيتحلبوا وخلطنا الجديات مع المعز، هذا المعز هذا اللي غادي به هذا راه يخرج المرعى ان شاء الله. قطيع راه ما شاء الله زاد كبر القطيع تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. كما كتشوفوا متبعين الاعزاء، هاد الجديات هما اللي كنا خلينا هاد العام التكاثر ما شاء الله، راه الظروف جيده هاد العام، راه ما خرجناهمش يسرحوها الاخوان، كانوا هنا في الكوري كنعطيوهم العلف والونسيلاج ديال الجلبانه. ودابا الاخوان راه غادي نخلطوهم مع المعز، الحجم ديالهم ما شاء الله راه في المستوى كما كتشوفوا، فيهم واحد العدد اللي راهم بارات غيولدوا لينا ان شاء الله. شوفوا الاخوان ما شاء الله جديات راهم مرتاحات، هما هي من الاحسن ما يخرجوش للسرحه الاخوان، يعني في واحد العمر صغير. دابا هذا العمر ديالهم 10 شهور تقريبا، ما بين 9 شهور 10 شهور. بالنسبه يعني الحجم الاخوان راه المزارع كتبقى تكبر حتى 3 سنين، الجزئيات هذو دابا ما كيتوقفوش على النمو حتى يوصل العمر ديالهم 3 سنين، هذا كيتوقفوا على النمو. شوف ما شاء الله دابا 10 شهور راهم الحجم ديالهم كبير ما شاء الله. الجزئيات هذا العام راه احسن من العام اللي فات، العام اللي فات ما خرجناهم من المرعى كنا قطعنا عليهم العلف كانوا ضعافات وبقى الحجم ديالهم صغير، اما ديال هذا العام هذا تبارك الله راهم ما شاء الله راهم الحجم ديالهم في المستوى. ملي كتشوفوهم الطبيب الاعزاء هادو هما المعزات اللي عزلنا غنبدا نحلبهم، كاينه 50 معزه هنا تبارك الله مازال كتحلب، اكثريه منهم هذوك اللي ولدوا ليا في شهر خوليو شهر 7، ورا خلينا معاهم بعض الجديات، الجديات اللي كانوا تزادوا في يناير، هذو كما كتشوفوا الحجم ديالهم صغار، 16 جديه الاخوان اللي خلينا هنا، الجديات اللي خلطنا مع المعز هي الجديات الكبارات، اما هذو راهم مازال صغارات كما كتشوفوا الاخوان. ودابا طلقتهم مع القاطع المرعاه راه غادي يتكرفصوا غادي يضعفوا، لهذا فكرنا نخليهم مع هاد المعزات هادو اللي غادي نبدا نحلب ان شاء الله، باش نلقاو هنايا في الكوري كنعطيهم شويه العلف ديال الدرا وكنعطيهم لونسيلاج ديال الجلبانه الاخوان، هذا هو لونسيلاج ديال الجلبانه، لونسيلاج ديال الجلبانه ما شاء الله راه منتج للحليب صافي، كيبقاو غير في الكوري ما كيخرجوش للمرعى. كما كتشوفوا الاخوان راه كنخرج المعز لهنايا لهاد المرعى، هذا المرعى راه قريب على الكوري، ها هما الجديات هنايا فين كياكلوا الدوم، الجديات راه كيكونوا مبرزيطات الاخوان ديما كيبقاو حدايا هنايا،
كبرزطوني ولكن راه معايا لايكا ما كتخليهم زي ما كيجيو كيتجمعوا عليا كياكلوا لي حوايجي. مع سبحان الله هاد الجديات هادو اللي كنكبروهم كيرضعوا في المرضعه الاصطناعيه الاخوان كيكونوا ضاسرات شويه كيكونوا مولفين على انسان شي باش كيبرزطوا الوقت. لكن دابا راهم تلهاو في هاد الدوم هذا كياكلوا فيه، كنا غير كنعطيهم غير العلف ولونسيلاج في الكوري ما كانوش يخرجوا للمرعى. دابا راه عاجبهم المرعى الاخوان، شوفوا ما شاء الله كيفاش كياكلوا هاد الدوم هذا. ما الزوارات يلعبوا ما شاء الله. راه كاين هنا كما كتشوفوا الاخوان كاين العشب يابس، هنا الشيء قليل راه كنعطيهم لونسيلاج بالليل، كنعطيهم لونسيلاج باش هاد المرعى اللي كاين ما كافيهمش، وبالخصوص في هاد الفتره هادي اللي كيكون فيها المعز كيكونوا ضارين غيولدوا لينا ان شاء الله قالهمش بزاف واحد الشهر ونص تقريبا. ها ضروري ما خصنا نعطيهم الماكله حتى في الكوري. والمرعى راه مزيان لهم يخرجوا يتمشاو شويه ويرعاو. لا اللي لاحظت الاخوان هو هذا المعز اللي كيكون مولف كيخرج للمرعى، الا خلينا في الكوري كنعطيو غير العلف و كنعطيو الماكله غير في الكوري راه كيأثر عليه داك السدان ما كيضعاف. الى حد دابا دوك المعزات اللي كنحلبها الاخوان راه ضعافوا على مني يعني ملي كتجتهم كانوا شويه سمان وكانوا مرتاحين مزيان، دابا راهم ضعافوا تقريبا في هذا الاسبوع هذا من بعد ما جتهم راهم ضعافوا شويه. اما المعز هذا اللي كيخرج للمرعى هذا ما شاء الله راه ظروف جيده كما كتشوفوا، خرجهم شويه للمرعى وكيرعاو وكنعطيهم لونسيلاج يعني هادشي كافيهم. ومن بعد ان شاء الله ملي يبقى لهم واحد الشهر ولا واحد 3 اسابيع باش يولدوا ديك الساعه غادي نعزلوهم ونبدا نعطيهم غير الماكله غير في الكور. كاين شويه الريح الله يرحمنا برحمته الاخوان راه خاصه الشتاء. خرجهم في الصباح من بعد ما كنحلب هذوك اللي عندي سد عليهم في الكوري واحد المهم عندي ساعة تما كنحلبهم ولا اقل من ساعة ساعة تقريبا، وكنجي كنخرج هذو المرعى بعد ما كنفطر كنجي نخرجهم هذو. خرجهم واحد 3 سوايع في الصباح وفي العشية واحد 3 سوايع تقريبا. والمزرعه اللي كان فيها المعز قبل ما نجيبو لهنا راه فيها الماكله الاخوان، مازال فيها المرعى ولكن البرد هو اللي خلانا نجيبو المعز لهنايا لاقاش ما عندهمش فين يباتو تمايا كيباتو غير في الجبل. هذا هو السبب علاش جناهم لهنا، هنا عندنا الكوري وغنبدا كنعطيهم حتى لونسيلاج يعني باش يبداو يستعدوا للولاده ان شاء الله.
التلج ديالنا يتزادوا يكونوا بصحة جيدة. هادي راه تهرس ليها القرنة الاخوان، تهرس ليها القرن وراه شفت فيها الديدان في البلاصة اللي فيها القرن، خصني ضروري ما ندير لها هذاك الدواء، ندير لها الرشاشة الزرقاء، الديدان هادي راه والسبب هو الدبان، الدبان الاخوان هو اللي كيجي كي كيبيض تمايا في داك الجرح، ومن بعد تي كتكون الديدان. هذي راه جزيان دوك الجزيات اللي راه خلينا هاد العام ما شاء الله، راهم كلهم هنايا جايين هنايا حدايا.